عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جمعة مباركة كده عليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب. كان في من كام يوم قرار عملته مدرسة اسمها بريليانس في اسكندرية. المفروض ان المدرسة دي من المدارس الخاصة المحترمة اللي كان الكل بيشهد لها بالتزامها وتدينها وكده. المهم نزلت قرار على الفيسبوك بمنع المدرسات المنتقبات في المدرسة. ليه؟ حرصا على الحفاظ على العملية التعليمية. والمدرسة اللي معترضة ومش عاجبها القرار ده تتفضل تسيب المدرسة كده على طول. هو المنتقبة هي اللي أصبحت خطر على حياة ولادنا؟ هي المنتقبة هي بقى المشكلة في النقاب؟ يعني هو قرار اللي عمله المجلس الشعب ده، تمام، قرار متخلف. ودي ناس عمالة عايزة تنزع الدين من البلد. المنتقبات موجودة في البلد الغير إسلامية وعادي، ما فيش حد منحهم ولا قال لهم لأ والكلام ده. ممكن يكونوا بيتعرضوا لبعض المضايقات، لكن هما بنقابهم البلاد الغير مسلمة بتحترم الحجاب وبتحترم النقاب، بتحترم الأديان الأخرى، تمام. فتيجي انتي مدرسة تمنعي المدرسات المنتقبات ان هم يدرسوا لأولادكم. الفكرة مش مفهومة بصراحة، يعني انتوا ازاي تعملوا كده؟ هو من باب أولى، لو انتوا كإدارة محترمة من باب أولى أمنع المدرسة اللي بتيجي بنطلون محزق ومحجبة، بس بنطلونها عايز يعني يتقطع ويترمى في الزبالة من كتر ما هو ماسك عليها وهيتفرتك. من باب أولى أمنع المدرسة اللي بتيجي حاطة فول ميك اب على الصبح وداخلة لطلبة في ثانوي مثلا أو في إعدادي اللي هما في سن مراهقة بلبسها بمكياجها. يعني هو أنهو الصح؟ أنهي اللي هيأثر على العملية التعليمية؟ هل لما تخشي مدرسة محترمة بكامل أناقتها بنقابها وداخلة تدرس لولادي، اديتهم المحتوى العلمي وهم استفادوا، ولا مدرسة داخلة لابسالي محزق ومطلعة لي قصة من الحجاب بتاعها وحاطة لي فول ميك اب على الصبح ومناظر أساسا ولابسه لي كاتنج؟ هي المناظر دي اللي هتأثر على العملية التعليمية لأولادنا وعلى أولادنا، ولا المنتقبة؟ أسفة، المدرسة دي فعلا كده، يعني القرار اللي عملته ده قرار غير لائق خالص بيها كمدرسة ليها اسمها وسمعتها من زمان والكل كان بيشهد لها ان هي مدرسة ملتزمة دينيا واخلاقيا وكل حاجة، وكانت مدرسة لا غبار عليها. فلما تيجي تطلعي قرار زي ده، القرار ده يقلل منك مش يزيدك. ف يعني يا ريت كده تراجعوا نفسكم في القرار اللي انتوا خدتوه، لان ده مش حلو ليكم خالص. عايزين تمنعوا اللي هيأثر على أولادنا، نمنع المدرسة اللي بتيجي بلبس غير لائق، إن هي جاية تدرس، جاية حاطة فول ميك اب وهي رايحة تدرس، مش خارجة هي ولا رايحة تتفسح، تمام. يعني نتمنى لما ناخد قرار ناخد القرار الصح، مش عشان الحكومة عملت قانون وما احنا ماشيين كده مطبقين وخلاص. احنا بالنسبة لنا كأولياء أمور مش هيأثر علينا خالص إن المدرسة تكون منتقبة. فلو سمحتم راجعوا نفسكم في القرار ده، لأن انتوا هتخسروا كتير. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.